شفيت تقبل قليانة برحب بي ومش ميا ثمان وديلك وانشب حاخد لاش الوضع تم خللت مليان كل عذراني وخل طويل دت وما روّر ويدخل العلمين آمين الله Oh, yeah.
Amen.
وحدانك أريد رعا. Thank you.
لأنه لم يكن لهما موضع حيث نزلا. وكان هناك في الكورة التي نزلا رعاة يحرسون حراسة الليل من أجل مراعينا، وإذا بملاك الله قد جاء إليهم ومجد الرب أشرق عليهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فهانذا أبشركم بفرح عظيم يكون للعالم كله، لأنه قد ولد لكم اليوم مخلص وهو الرب المسيح في مدينة داوود. وهذه لكم علامة، إنكم تجدون طفلا ملفوفا بالقمط موضوعا في مدود. وظهر بغتة مع الملاك جنود كثيرون سماويون يسبحون الله ويقولون: and the angel said to them,
Be not afraid, for behold, I bring you good news of a great joy which will come to all the people. For to you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in his motherly clothes and laying in a manger. And suddenly, there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and singing. عندما أكثر عليها
بأعمالنا بحالاتنا بتفكيرنا بقلبنا بكل شيء مو بس بالشفاء. إشعيا اليوم يقول الويل لذاك الشعب الذي يكرمني بشفتيه. الويل وقرى الشماس الإشعيا همنا ها أن العذراء تحبل وتلد ابنا. ها أن عذراء كل بنت بعمر مريم كانت تتمنى أن يكون عندها عائلة وزوجة 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 زوج تزوج ويكون عندها أولاد، بس أكثر كانت تتمنى البنت اليهودية أن يكون عندها ابن هو يحمل المسيا المنتظر. فاليوم نصيب مريم العذراء صارت هي حتى هي تابوت العهد وحملت لنا المسيح. واليوم كلنا لما نجي نتناول جسد يسوع راح نصير تابوت العهد. لا تنسون اخوتي اخواتي المباركين، يسوع ما ولد بس تاريخيا قبل 2020 سنه وخلص الموضوع. احنا كل مره نحضر قداس لازم نجي ناخذ جسد يسوع ونحتفل بينه في احشانا، راح نصير احنا تابوت العهد حتى ننقل هاي الانسانيه هاي المحبه هذا الخلاص الى العالم. في كهنوتي قبل ما اصير كاهن مرشد روحي رحت سالته خايف انا اصير كاهن لان وزنة الكهنوت ما سهله، ثقل الكهنوت ثقل بخاف منه. لما التقيت بمرشد روحي الله يرحمه ابونا روبير كرملي اول ما شافني شاف الخوف بوجهي وعرف، قال لي ايش بيه؟ قلت له خايف، قال لي بس اطلب شيء من عندك تفضل يا ابونا، قال لي لا تنسى انسانيتك، ما قال لي صلاتك، ما قال لي ايمانك، ما قال لي كتابك، ما قال لي انجيل، كل هذه جدي وراء ما خلق الانسان. اذا نرجع العهد القديم وخلق الله الكون والطبيعه بعدين خلق الانسان في يوم السادس، بل بعدين هذا الانسان لما انزاح عن طريقه جدي الديانات السماويه الانبياء والرسل وبشره حتى يرجعون هذا الانسان الى الله. فابونا قال لي لا تنسى انسانيتك. اليوم فقدت الانسانيه بحياتنا، لهذا يسوع تجسد حتى يرفع مره ثانيه الانسانيه اللي انضاعت اللي فقدت. يسوع ولد تاريخيا مسجل اسمه بسجلات ودخل اسمه، هو والد تاريخيا موجود يسوع. في فلان سنه فلان يوم ولد يسوع. ما يعرفون يا يوم القبر عيد 25 من شهر هو ما بالقبر عيد ولاده يسوع، لا هو عيد الشمس او عيد النور. بما انه يسوع هو نورنا هو خلاصنا هو شمسنا، فكانوا يحتفلون المسيحيين في ذاك الوقت بعيد الشمس او عيد النور، هم كانوا يحتفلون بميلاد يسوع وكل الشعب الوطني كان يحتفلون بعيد النور. لهذا خصص اليوم ميلاد يسوع انه هو شمس الخلاص ويشرق نوره على الاخيار والاشرار. احنا نمنع هذا الخير للناس. ليش؟ ليش نمنعهم؟ اليوم يسوع اجى مثل السنة الماضية اجى وراح وانصلب بعد كم شهر ينصلب ويموت ويندفن ويقوم ونعيد نفس القوانين. احنا شو استفادنا من هذا الميلاد؟ احنا ايش دخلنا بهذا الميلاد؟ احنا سوينا بهذا الميلاد؟ كسينا عريان؟ انطينا عطشان؟ كفكفنا الدموع في الناس حزينة؟ لا، احنا زرعنا الألم، زرعنا الحقد، زرعنا الفساد، زرعنا الحكي الباطل. وين تابوت العهد اللي احنا صرنا بيه؟ وين يسوع اللي بدنا ناخذه في حياتنا؟ وخذه بعد ما طلع عندي قداس نحكي واحد على اخر. هل يا ترى هو هذا الميلاد بالنسبه لنا؟ انا وياكم. هل هي حياتنا المسيحيه اللي احنا بنعيشها؟ عيش يسوع بحياتك. ما يسوع يبقى تاريخيا، لا انت ابقى بالتاريخ حتى الناس تتذكره. حتى يقولون يا رب كان عندنا شماس او كان عندنا كاهن او كان عندنا اسقف او كان عندنا واحد مؤمن او واحد فعلا مكانه يبين بالكنيسه. فقدناه مثلا كنا نعرف كانوا يقعدون هوني
أكثرية كانوا يقعدون في ريال وغرامهم، أنا هذا أول سنة كانوا يقعدون في ريال وغرامهم، اليوم ما موجودين. نطلب الصحة والعافية. هنا أنا كان موجود هم يجون قسم أكو سينا فاجر كانوا يقعدون. ما هنا كان قيس أخذ هسا حول هنا. فهنا دكتور هاني تذكرت أتذكر هالمناطق. شوفوا بقى ذكرى في حياتنا. وين يسوع؟ ليش نتذكر أشخاص ما نتذكر يسوع في حياتنا؟ لما تريد تشوف شخص بعينك راح تغلط، راح تخطئ، راح تنتقم. بينما أشوف بعين يسوع راح تحبه لأن يسوع يحبه. راح تحترمه لأن يسوع رجع قيمة الإنسان، رجع قيمة المرأة، رجع قيمة الطفولة، رجع كل شيء يسوع. شوف له بعين يسوع، لا شوف بعينك، لا شوف بعينك الله يستر كلك. فاليوم اخوتي خواتي المباركين، لا يروح ميلاد يسوع ذكرى تاريخية، لا نفقد طعم يسوع بس ذكرى تاريخية، لا نخلص، لا ناخذ القربان ونطلع. راح نكون مشابهين بيهوذا الاسخريوطي، لانه بس اخذ قربان ويطلع هذا يسلم يهوذا، مسلم راح يسلم ليسوع. خلي نصلي بخشوع، بخشوع. الجوقة ترتل، روعة ترتل الجوقة. بخشوع خلي نتأمل بكلمات اللي يقولوها. شمامسة لما يصلون ما جايين هالشكل يبينون نفسهم، لا، أنا ما جاي أبين نفسي قدامكم، حاشا، يسوع هو بس، كلك قدام يسوع. اليوم جاي أعرفكم منه يسوع. إذا ما عرفت يسوع أنت ما احتفلت بعيد الميلاد، إذا ما قبلت يسوع بحياتك أنت ما عشت الميلاد. ويسوع موجود في كل واحد من عنده، في عدوه، في مضطهدينا، في لاعنينا، موجود يسوع. صلوا من أجل مضطهديكم، من أجل لاعنيكم، يسوع هنا. ما لازم نعوف يسوع ونطلع إيه أنا تناول القربان. لا عزيز، أنت ما تناول القربان إذا عندك حقد وكراهية. يسوع اجى مسح الخطيئة. يسوع ليش اجى يسوع من مريم؟ ليش اجى يسوع من يوسف؟ ليش؟ حتى يكرم العائلة. كريسمس هو يوم العائلة. شقد اكو عوائل مشتتة، شقد اكو عوائل ضايعة، شقد اكو عوائل بها خلافات ومشاكل، شقد اكو عوائل مفصولة، شقد اكو عوائل مطلقة. اليوم يسوع قل ارجع، عودوا الي، تعالوا تعالوا، انتم تعبانين، انا احمل تعبكم. يسوع يحمل تعبنا. لو قدمنا له كل حياتنا، لا نجي بشموخ، برفع اثواب، بخشم عالي، ليش؟ ولمنو؟ ترى كلنا راح نروح نفس الحفره، الغني والفقير نفس الحفره. بس يسوع فقط، يسوع هو حي الى الابد، منذ الازل والى الابد. اليوم ما ننسى يسوع في حياتنا. فمثل ما قلت اخوتي المباركين، السنة الماضية كانت بداية كوفيد وظلنا عايشين ويا كوفيد. اليوم اكتشف يسوع، هل هو موجود ام لا؟ بعدين نقول يا با شو ساعة خلصت السنة؟ بس بداية السنة نقول شو كانت صعبة، شو وقت راح تخلص هاي السنة؟ كله امراض، كله كوفيد، شو وقت راح تخلص؟ عزيزي لحظة تروح من عندك ما ترجع. لحظة واحدة تروح من عندك ما ترجع. لا تضيعها هذه اللحظة. خلي حياتك إيمانية، خلي حياتك يسوع. لا تنشغل بأمور الدنيا، بأمور العالم راح يضيعك. شيطان شاطر وهسع منتشر الشيطان، وكل شيء ندمه على الله، هذا الشيطان يوزك. وين يسوع بحياتك حتى نقدر نحتفل بيه يسوع؟ فعلا علم هالولاد الصغار، أقلهم اليوم يسوع ولد. لأنه إحنا كنا واقعين، كنا ساقطين بخطيئتنا، إجا يسوع هو الوحيد يرفعنا، لأنه صنع يديه، لأنه هو صنعنا، هو يعرف طينتنا، إحنا ما نعرف طينتنا. يسوع اللي خلقنا هو يعرف طينتنا، هو يرفعنا كلنا حتى نمجد اسم الله. مثل ما الملائكة كلهم ظهروا اليوم، كلكم اليوم ملائكة، أنتم كلكم ملائكة لأنه داخلين في ميلاد يسوع. فلما تطلع قل أنا ملاك، أنا أروح أبشر، أنا أصالح. إذا زعلان زوجي يا زوجي صالح،
إذا الزوجة ويا زوجها، إذا ويا الأولاد. اليوم أنت ملاك تروح تبشر، واللي قلقهم المخلص وين ولاد؟ أنا زعلان. ليش؟ قريت قصة وأشاركها وياكم. أطفال يتامى، أطفال يتامى. فطلبت المسؤولة مالتهم، قالت كل واحد يرسم لي المغارة مال بيت لحم. فرسموا مغارة بيت لحم. فمعلمة جدتي أو المسؤولة جدتي شافت واحد من الأطفال بالمذود خيط طفلين، خال طفلين. سألتها قال ليش هاي خليت طفلين؟ هو طفل واحد ولد، ليش خليت طفلين؟ أنا أقول أيتام. ليش خليت طفلين هنا؟ هو طفل واحد ولد. قال ما كان عندي هدية ليسوع، أنا سألته قلت له يسوع أنت برداني هنا، يصير أنام يومك حتى نذف فيك تقبلها هديتي؟ اليوم يسوع محتاج دفا، دفانه واحد. لا نضيع، صعبة، مؤلمة، أكو أيتام فعلا نصلي من أجلهم بسبب هالأيتام. مو أنه أبوه ميت أو أمه ميتة، لا، بسبب انقسامات العائلة، أو الأم ما تريد أولاد لبتها بالشارع وشافهم وراح يعيشوا بدين الأيتام، فيقول أنا ما عندي أي هدية أقدم ليسوع، يصير أنا أنام وياك حتى أدفيه. فشنو إحنا اليوم هديتنا ليسوع؟ شنو هديتنا اليوم ليسوع؟ إنه إذا زعلان من واحد تروح صالح. يسوع قال لك عوف برضانك على المذبح، روح صالح أخاك وتعال، عوفني روح. اليوم يسوع هالشكل من عندنا يكون حتى نستقبل ميلاد يسوع، لازم يكون قلبنا مفتوح دائما لكلمة الله حتى يشرق نوره بحياتنا. آمين. وين أمارة؟ ولد المسيح. ميري كريسمس. Thank you.
وزوجته مريم 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 وز
الحين ونصلي نشلاما Oh.
عيون واحلى سقية مثل شيل شو قانا
Amen. Amen. Amen.
Thank you.
أرمار اللي بقبيش اللي تياوثا ما كف حصي.